الموضوع التالي حول فيديو مصور أو مقطع مصور ليبدو أنه للرئيس غينيا ألفا كوندي وهو يضرب أحد وزرائه. صحيح، يعني هذا الفيديو لم ينتشر فقط في على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية ولكن بلغات أخرى، وهو مقطع مصور قيل له أنه يظهر رئيس غينيا ألفا كوندي وهو يضرب أحد وزرائه. نراه في الفيديو المنتشر على نطاق واسع في العالم منذ 4 سبتمبر، رجلان يهاجم أحدهما الآخر باللكمات في موقف للسيارات. نتابع جزء من هذا الفيديو ثم نواصل نقاش وكشف الحقيقة بشأن هذا الفيديو، هي مشاهد عنيفة. ونرى رجلين بلبسات رسمية، أحدهما يلاحق الآخر ويضربه. طبعا هذا النوع من الأخبار ينتشر انتشارا كبيرا. أحدهم علق على موقع التواصل الاجتماعي: الرئيس الغيني ألفا كوندي يلكم وزير العمال ويضربه، يليق بنا مثل هذا في حكومتنا. الخبر لم ينتشر فقط على مواقع التواصل الاجتماعي بل حتى على مواقع إخبارية رسمية مثل موقع قناة العالم الممولة من الحكومة الإيرانية مثل ما نرى على الشاشة. ولكن عناصر الفيديو أثبتت أنه لم يصور في غينيا، لأن لوحات السيارات في غينيا هي حمراء اللون للسيارات العادية وخضراء للسيارات الرسمية أو سوداء للسيارات العسكرية، فيما أن اللوحات التي رأيناها هي لوحات بيضاء ولا يوجد مثل هذا النوع من اللوحات في غينيا. ما رأيناه هو في غينيا الاستوائية، وبحسب وكالة فرانس بريس فإن الحادث كان هجوما من أحد طلاب الجامعة على أستاذه، والمقطع موجود على موقع يوتيوب منذ عام 2018 مثل ما رأيناه مثل ما نراه على الشاشة. نعم. ونعرف يعني ألفا كوندي هو تولى الحكم منذ 10 سنوات وقام بإصلاحات اقتصادية كبيرة، ويعني انتشل جزءا كبيرا من شعب غينيا من براثن الفقر، ولكنه يثير الجدل الآن لأنه كالعديد من الحكام الأفارقة يريد تعديل الدستور الترشح لولاية ثالثة يمنعه فيها، ولكن يعني ضربه لوزير هذا